السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. والخليل يقول إن قوى التقدم يسعى إلى جعل موريتانيا موحدة وعادلة ويؤكد على التمسك بالخط النضالي. المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تؤكد أن التدخل العسكري في غامبيا ليس على جدول أعمالها. عودة الهدوء لمدينة بواكي الإفوارية بعد توصل الطرفين إلى اتفاق ينهي التمرد العسكري الذي عرفته المدينة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال القيادي بحزب اتحاد قوى التقدم محمد الخليل إن حزبه يسعى إلى جعل موريتانيا موحدة وعادلة ومتحررة. وأكد الخليل في حديث له بمناسبة انضمام بعض الشباب لحزب اتحاد قوى التقدم أن حزبه ثابت على خطه النضالي ومضح من أجله. به اللي فعلا اختيار حزب التقدم معناها اختيار موريتاني. اختيار موريتاني موحدة. اختيار موريتاني عادلة، اختيار موريتاني متحررة، اختيار موريتاني اللي لا يجبر فيها كل فقير حقه، ولا يجبر فيها الشباب حقه، ولا تجبر فيها المرأة حقها، ولا تسود فيها العدالة. طبعا لا يجبروا فيها الفقراء حقهم، ما هو بالشعارات، ما هو بأن يرفد لهم حد شعار بأنه رئيس الفقراء ويوادعهم. لا يجبروا حقهم بتوزيع الثروة بشكل عادل بينات الناس. ولا يجبروا العدالة. هذا الحزب كيف تعرفوا؟ تعرف موريتاني كاملة. حزب مضحي من أجل مصالح الشعب الموريتاني. حزب ثابت على الطريق، ما يعمل هاك ولا هاك. إذا الريح مالت لا يميلوا. على الدرب دائما صامد ومضحي. أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن التدخل العسكري في غامبيا ليس مطروحا على جدول أعمالها، داعية الغامبيين إلى احتذاء ما حصل في غانا. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد لوحت في وقت سابق بالتدخل العسكري في غامبيا إذا لم يسلم الرئيس المنتهي ولايته يحيى جامي السلطة لنظيره الفائز أدما بارو. التفاصيل في هذا التقرير. المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تقول إن التدخل العسكري في غامبيا ليس مطروحا على جدول أعمالها، وتدعو على لسان رئيسها الدوري إيلين جونسون سيرليف الغامبيين إلى الاحتذاء بالتجربة الغانية، حيث سلم رئيس سابق السلطة لنظيره الفائز في الانتخابات الرئاسية. تصريح المجموعة الاقتصادية الجديد يأتي بعد تلويحها على لسان بعض قادتها بالتدخل العسكري في غامبيا إذا أصر الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامه على التمسك بالسلطة وعدم تسليمها لنظيره الفائز مرشح المعارضة الموحد أدما بارو. وكان جامه قد وصف في تصريح سابق له تلويح المجموعة بالتدخل العسكري في البلاد بأنه بمثابة إعلان حرب، مؤكدا استعداد الغامبيين للدفاع عن أنفسهم. جامي وفي أحدث تصريح له قبل أيام أكد على التمسك بموقفه بشأن عدم الاعتراف بالنتائج التي وصفها بغير الشفافة ولا النزيهة، معلنا عن استقبال البلاد وفدا من القضاة الأفارقة للتحقيق في النتائج. وينتظر أن تبت المحكمة العليا ببانجول في الطعون المقدمة أمامها من طرف الحزب الحاكم في البلاد في 10 من شهر يناير الجاري. ويحدد الدستور 19 من يناير موعدا لانتهاء المأمورية 4 ليحيى جامه الذي يحكم البلاد منذ 22 سنة. وقد أعلن الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية المنظمة فاتح شهر دجنبر المنصرم أدما بارو عن تشكيل فريق من الخبراء للدراسة ووضع خطة اقتصادية لتنمية البلاد، قال إنه سيعلن عنها بعد تسلمه السلطة ويشرع في تنفيذها.
عاد الهدوء إلى مدينة بواكي ثانية أكبر المدن بساحل العاج بعدما توصل النظام والجنود المتمردون إلى اتفاق مشترك تعهد بموجبه رئيس البلاد الحسن واتارا بتحقيق مطالب الجنود وعادوا إلى ثكناتهم. وكانت المدينة قد عرفت تمردا عسكريا من قبل جنود يطالبون بزيادة الرواتب والعلاوات وتحسين ظروف عملهم، وقد بسطوا سيطرتهم على المدينة كما أغلقوا مداخل ومخارج عدد من المدن الأخرى المجاورة. تفاصيل وفاء في هذا التقرير. الهدوء يعود إلى مدينة بواكي ثاني أكبر مدن ساحل العاج بعد يومين من التوتر العسكري جراء تمرد بعض الجنود يطالبون برفع الرواتب والعلاوات وتحسين ظروف العمل. الاتفاق حصل بعد اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة رئيس البلاد الحسن واتارا العائد من تنصيب نظيره الغاني رئيسا جديدا للبلاد. التزم واتارا في تصريح مقتضب بثته وسائل الإعلام الرسمية بتحقيق مطالب الجنود المتمردين، واصفا اسلوبه للتأكيد على المطالب بالمشوه لصورة البلاد وما حققت من تنمية اقتصادية واستقرار أمني خلال السنوات الفارطة. وكانت بواكا قد استقبلت وزير الدفاع آلين ريتشارد دونواهي للتفاوض مع الجنود المتمردين بعد دعوته إياهم إلى التهدئة والعودة إلى الثكنات العسكرية وهو ما لم يستجيبوا له. وقد احتجز الجنود وزير الدفاع ولم يطلقوا سراحه والوفد المرافق له إلا بعد مضي ساعات على توقيع الاتفاق. وتوصف بواكا بأنها معقل للتمرد في الشمال، فمنها اندلعت شرارة تمرد 2011 ثم 2014 والآن تمرد عسكري آخر ينطلق من ذات المدينة. وكان الرئيس الإيفواري الحسن واتارا قد أعلن قبل أيام أنه لن يترشح لمأمورية جديدة في انتخابات 2020. وقد خرجت ساحل العاج قبل أسابيع من انتخابات تشريعية حصل فيها الحزب الحاكم في البلاد على أغلبية مريحة، ويحكم واتارا ساحل العاج منذ عام 2011 وقد انتخب عام 2015 لمأمورية رئاسية ثانية يرتقب أن تنتهي عام 2020. نصب نانا أكفو أبدو رئيسا جديدا لغانا خلفا لسالفه جون أدراماني مهاما الذي حكم البلاد لمأمورية واحدة وترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقد حضر تنصيب رئيس غانا الجديد رؤساء أزيد من 10 بلدان أفريقية. وأشاد نانا أكفو باعتراف جون أدراماني بنتائج الاقتراع التي منحته الفوز رئيسا لغانا بعد أن فشل في المحاولتين السابقتين. المزيد من التفاصيل نتابعه ضمن التقرير التالي. أدى الرئيس الغاني المنتخب نانا أكوفو أدو اليمين الدستورية بحضور وفود دولية من إفريقيا والعالم العربي، وجرت مراسيم الحفل بحضور 6000 شخص وبحضور 11 رئيسا إفريقيا. نظم الحفل في ساحة الاستقلال وسط العاصمة أكرا بحضور الرئيس السابق المنتهي ولايته جون دراماني ورئيسين سابقين آخرين هما جون راولينغو وجون كافور. تأسست تجربة غانا الديمقراطية على إرث نضالي يتأسس منذ العام 1992 على نبذ الحكم العسكري والسعي لإنضاج التجربة الديمقراطية في بلاد ظلت لعقود تواقة للحرية ومنابذة للسياسات الاستعمارية. صعدت فيها التيارات اليسارية بقوة إذ تأسست فيها الحركة الوطنية على إرث النكرومية نسبة إلى كوامي نكروما ذو التوجهات الاشتراكية صاحب حركة التحرير وأول رئيس للبلاد بعد الاستقلال حتى عام 1966. تخلصت منذ الثمانينيات من ألاعيب العسكر ونجت من أمراض الديمقراطية المواجهة عسكريا، ويعتبر الرئيس الجديد محاميا ومن رجال القانون، ناصر القضايا الحقوقية وشارك في الرئاسيات مرتين سابقتين لم يوفق فيهما للوصول للكرسي. يعرف أكوفو أدو بمعارضته للحكام العسكريين وبدعمه للديمقراطية في بلاده غانا التي تعد منارة للديمقراطية في غرب إفريقيا واتسمت الانتخابات فيها بالسلمية بشكل عام. ومن التصريحات التي أطلقها قوله للشعب الغاني إنه لا يسعى من وراء تطلعه للسلطة إلى جمع الثروة، وقال لا أسعى لتفويضكم كي آتي وأجمع ثروة شخصية، لن آتي كي أسرق أموال الدولة. ودعا أكوفو أدو الغانيين أثناء الحملة الانتخابية إلى الاحتشاد خلفه بحجة أن لديه القدرة على تغيير مسار الاقتصاد في البلاد بسرعة نحو الأفضل. تعرف غانا بكونها من البلدان المصدرة للكاكاو والذهب والنفط، وهي مرتبطة باتفاق مساعدة مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي لإعادة التوازن الاقتصادي إلى اقتصاد تعرقله الديون العامة والعجز وارتفاع أسعار الفائدة.
ناحية أخرى، يعتبر نانا أكفو أبدو ثالث رئيس معارض يحكم غانا، ويعتبر ناشطا حقوقيا، وقد نجح أيام توليه منصب وزير للعدل في تحرير الفضاء السمعي البصري في البلاد. نستمع للخبير في شؤون غرب إفريقيا إسماعيل الشيخ سيدية معلقا على من العاصمة دكار على تنصيب نانا رئيسا لغانا. غانا هي جنة للديمقراطية، وهذا هو التسليم الثالث لرئيس في السلطة للسلطة لرئيس من المعارضة يفوز عليه في الانتخابات. ما حدث بالأمس في أكرا يعني هو شيء عادي يعني بالمرة. هو الرئيس نانا هو الرئيس الثالث الذي يأتي من صفوف المعارضة، ونانا نفسه هو يعني رئيس لمؤسسة المعارضة وابن رئيس سابق، أبوه كان رئيسا وتم الانقلاب عليه سنة 1972، ونانا نفسه يعني ناشط حقوقي يعني من الطراز الأول، ونجح في تحرير الفضاء السمعي البصري أيام كان وزيرا للعدل، ويعني رفعت كثير من العقوبات في وجه الصحافة التي هي الآن الصحافة الغانية الآن هي أشد الصحافة الإفريقية حرية ولمعانا، وذلك بسبب نانا. إذن الديمقراطية الغانية هي بخير، ولكنها ليست بالضرورة نافعة، بحيث أن مستوى النمو يعني في يعني في انحدار صاروخي من 14% إلى 3.3% سنة 2016. في عام 2016 تنظيم مؤتمرات في نواكشوط حول الحريات الإعلامية في موريتانيا والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية في البلاد. كما عرف عام 2016 في المجال الإعلامي تنظيم أيام تشاورية حول الصحافة الموريتانية، وخرج بتوصيات تسعى للنهوض بالتجربة الصحفية في البلاد. نتابع. شهد العام 2016 مؤتمرات إعلامية هامة، كان أولها المؤتمر المنعقد في مايو 2016 حول الحريات الإعلامية في موريتانيا، والذي أشاد بتجربة الحريات والنقلة التي عرفتها البلاد، كما تطرق للعوائق الذاتية والقانونية المتمثلة في استمرار التعتيم وإغلاق نوافذ مصادر الأخبار في المؤسسات الحكومية التي لا تتعاطى بسلاسة إلا مع الإعلام الحكومي الرسمي. وفيما يتعلق بسوق الإعلان، أكد المحاضرون على أهمية إعادة تنظيم هذه السوق وتطوير مفاهيمها وإحداث تغييرات جوهرية في الثقافة الاجتماعية بشأنها. لم يغب عن النقاش الجانب المتعلق بالتدريب وتحسين الخبرة والحاجة الماسة لمؤسسة تدريب وطنية متخصصة، وجرى التأكيد على الخصوص أنه لا تغني عنها أقسام الإعلام في المعهد العالي وجامعة العيون والمدرسة الوطنية للإدارة، لغياب العمق التكويني في هذه المؤسسات وضعف وجود الجوانب التخصصية والفنية فيه. وختم المؤتمر بتأسيس إطار جديد للصحفيين في دول الساحل الإفريقي لبلورة خطة أولويات للدعم المتبادل والتركيز على تبادل الخبرات بخصوص الأولويات المشتركة في المجال. وفي يوليو 2016 انطلقت الأيام التشاورية للصحفيين، والتي شارك فيها أكثر من 24 منظمة، وناقش المئات من المشاركين إشكالات الواقع في الحقل الصحفي، وقدمت مقترحات تتعلق بتوحيد هيئات الحقل الصحفي من خلال دمج البعض والاستغناء عن البعض وتأسيس مجلس أعلى للصحافة. كما قدمت تعديلات مقترحة على النظام القانوني المنشئ للسلطة، وتم التأكيد على ضرورة استقلالية المخاطب الأوحد التي ينتظر أن تكون له الكلمة الفصل في الحقل الصحفي مستقبلا. وفي مجال الصحافة الإلكترونية قدمت مقترحات لتطوير الأداء، وقدم المشاركون مقترحات تتعلق بالتكوين وتحسين الخبرة وتطوير المهارات، وعبروا عن رغبتهم في إنشاء مركز مختص يعمل على النهوض بواقع الممارسة الصحفية وتقديم الخبرة لمن تتوفر فيهم شروط التكوين والتأهيل. من ناحية أخرى، واجهت المؤسسات الإعلامية في موريتانيا خلال عام 2016 مصاعب وتحديات جمة تسبب في توقف جزئي لبعض المؤسسات، كما واجه بعض الإعلاميين مضايقات مختلفة. وقد أوقفت السلطات خلال العام المنصرم الدعم المقدم للمؤسسات الصحفية، وأعلنت عن أنها ستصدر قانونا للإشهار يقدم للبرلمان من أجل المصادقة عليه.
التفاصيل نتابعها ضمن هذا التقرير. يعتبر العام 2016 عام احتضار المؤسسات الصحفية ومضايقة الصحفيين في البلاد، رغم تصدر موريتانيا للحريات الصحفية في العالم العربي للعام الخامس على التوالي. فقد بدأ العام بأزمة برنامج في الصميم بقناة المرابطون الذي أوقف لمدة شهر كامل عقابا للقناة من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ضمن ما تصفه الهيئة بمخالفة دفتر الالتزامات على حد وصفها، غير أن القناة اعتبرت في ردها على هذه الاتهامات أنها تدخل في التفاصيل الجزئية لزوايا المعالجة ولا ترقى لمستوى المآخذ القانونية المخالفة لمقتضيات المهنية، ذلك أن القانون لم يحظر نقاش قائمة مصطلحات مع الضيوف أكانوا أجانبا أم مواطنين، كما أن إشكال العبودية يعتبر ظاهرة في المجتمعات الصحراوية. كما أوقفت السلطة الدعم المخصص للمؤسسات الصحفية معلنة أنها ستتقدم للبرلمان بقانون للإشهار لتجاوز إشكال التمويلات، وهو ما اعتبرته العديد من النقابات والروابط تعد على الرمق الباقي للإعلام من مصادر التمويل. وتوقفت إذاعتان عن البث وتناوبت التلفزيونات على التوقف لعوامل مختلفة خلال هذه السنة، حيث وصف وضع الإعلام السمعي البصري أحد مديري مؤسسات الإعلام بأنه إنجاز محتضر. وفي مطلع شهر مايو عادت تهديدات إيقاف الصحفيين، حيث أودع المدعي العام الموريتاني اثنين من الصحفيين العاملين بصحيفتي موري ويب وكريدم الإلكترونيتين السجن المدني بالعاصمة نواكشوط، إذ شكوى قدمت من أحد أفراد البلاط في أول عملية حبس للصحفيين، إذ رأى إلغاء عقوبة الحبس في مخالفات النشر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما اعتبر مخالفة صريحة للقانون الموريتاني، وهي الخطوة التي جبهتها التنظيمات الصحفية مطالبة بوقف استهداف الحريات الصحفية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث قلبت عملية الدهس التي نفذها الشاب الفلسطيني فادي قنبر منظومة الاحتلال الأمنية رأسا على عقب معيدة في الوقت نفسه توازن معادلة رد الفعل المقاوم في عمل نوعي أربك حكومة الاحتلال وأخرجها عن طوع توازنها المهتز أصلا. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. أعاد جبل المكبر رجع صدى أذان الدهس من جديد، هذه المرة مع استشهادي فلسطيني حمل روحه على راحته بعدما وجد رائحة الجنة من وراء الجبل المقدسي. المكبر الذي باع نفسه لربه الذي تأذن ليبعثن على العدو إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب، أرفق نوعية عمليته دلالية موقع التنفيذ حين ضبطت شاحنته الموفقة ساعة دهسها ومكان تربصها على موعد مرور مجموعة من طلبة الخدمة العسكرية على مرمى حجر من مبنى الكنيسة منصة تمرير قانون الأذان، وعززت بثالثة في وجه تصريح طازج أطلقه على عواهنه مسؤول أمني صهيوني أكد أن مدينة القدس باتت آمنة لليهود خلوا من كل تهديد وأن صفوها لن تكدره العمليات الفدائية مجددا. منفذ العملية البطولية الذي كان الجواب وكانت شاحنته حاملة الرد لم تدركه رصاصة القتل حتى قرت عينه بالحصيلة التي اكتحلت بنقل لحظتها عيون حفظتها لها موثقة كاميرات المراقبة، حصيلة سقط طلبة الخدمة العسكرية بذل كأس الروع حين أحالت 4 جنود صهاينة أرقاما على صفحة الوفيات واستحيت 7 جرحى وأدخلت 8 آخرين منزلة بين المنزلتين، باعتراف صحيفة يدعوت أحرنوت التي بكت الحادثة دمعا إخباريا على صدر موقعها الإلكتروني، مردة نبأ تصفية منفذ العملية تشفيا في طي تجلد وطمأنينة في ثوب تسلية. وسائل إعلام صهيونية أخر نقلت عنها مصادر صحفية أن الجنود القتلى والمصابين في العملية هم من وحدات النخبة في جيش الاحتلال، فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن منفذ العملية الشهيدة شاب مقدسي من بلدة جبل المكبر يدعى فادي نائي القنبر ويعمل سائق شاحنة. قوات الاحتلال اصطحبت خزي خيبتها الأمنية ونقلت جبهة انتقامها فورا إلى منزل عائلة الشهيد بعدما انتشرت أسرابها في منطقة جبل المكبر مجلبة بآلياتها على المواطنين الفلسطينيين الذين تصدوا لها ببسالتهم المعهودة. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شد أزر معاينته بوزير حربه أفيغدور ليبرمان مجففين دماء القتلى بدموع الحسرة مداريين عجز أجهزتهم الأمنية بمختنق عبارات الوعيد. لسان التوازن خان المفوض العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ حين قال إن الشرطة لم تتلقى أي معلومات مسبقة حول عملية الدهس التي حصلت، منبها إلى أن المنفذ لا يحتاج سوى ثوان كي ينفذ الهجوم وفق تعبير يدعوت أحرنوت.
ترنح حاولت شرطة الاحتلال احتوائه بأضعف التلافي. حظر النشر حول تفاصيل العملية حتى 8 من شهر شباط فبراير المقبل، بينما عزفت فصائل المقاومة على وتر الاحتفاء ألحان المباركة متقبلة العملية الاستشهادية بقبول حسن، متصدرا موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس أولى صفحات إشادتها. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. والخليل يقول إن قوى التقدم يسعى إلى جعل موريتانيا موحدة وعادلة ويؤكد على التمسك بالخط النضالي. المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تؤكد أن التدخل العسكري في غامبيا ليس على جدول أعمالها. عودة الهدوء لمدينة بواكي الإفوارية بعد توصل الطرفين إلى اتفاق ينهي التمرد العسكري الذي عرفته المدينة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز أخباري بحول الله. السلام عليكم.